الحذر من النساء وفتنتهن، الحذر من النساء وفتنتهن. ثم إن أعداءنا، أعداء دين الله، أعداء شريعة الله، أعداء الحياء، يركزون اليوم على مسألة النساء وتبرجهن واختلاطهن بالرجال ومشاركتهن للرجال في الأعمال، حتى يصبح الناس كأنهم الحمير، لا يهمهم إلا بطونهم وفروجهم والعياذ بالله. وتصبح النساء وكأنهن دمى، أي صور، لا يهتم الناس إلا بشكل المرأة، كيف يزينونها، كيف يجملونها، كيف يأتون لها بالمجملات والتحسينات وما يتعلق بالشعر وما يتعلق بالجلد، وتنتف الشعر، الساق، الذراع، الوجه، كل شيء، حتى يجعلوا أكبر هم النساء هو أن تكون المرأة كالصورة، كأنها صورة من بلاستيك، لا يهمها عبادة ولا يهمها أولاد. يريدون أن يقحموا المرأة في وظائف الرجال حتى يضيقوا على الرجال الخناق، ويجعل الشباب يتسكعون في الأسواق ليس لهم شغل، ويحصل من فراغهم هذا شيء شر كبير وفتنة عظيمة، لأن الشباب والفراغ والغنى من أعظم المفاسد، كما قيل: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. فهم يقحمون النساء الآن بالوظائف، الوظائف الرجالية، ويدعون الشباب، ليفسد الشباب ويفسد النساء. أتدرون ماذا يحدث؟ يحدث بتوظيفهن مع الرجال مفسدة الاختلاط ومفسدة الزنا والفاحشة، سواء في زنا العين أو زنا اللسان أو زنا اليد أو زنا الفرج، كل ذلك محتمل إذا كان المرأة مع الرجل في الوظيفة. وما أكثر الفساد في البلاد التي يتوظف فيها الرجال والنساء. ولا شك أن أعداءنا وأذناب أعدائنا، لأنه يوجد فينا أذناب لهؤلاء الأعداء، درسوا عندهم وترطخوا بأفكارهم السيئة، ولا أقول إنهم غسلوا أدمغتهم، بل أقول إنهم لوثوا أدمغتهم بهذه الأفكار الخبيثة المعارضة لدين الإسلام. هذه المعاصي تهدم العقيدة هدما، لأن الإنسان يبقى يكون كأنه ثور أو حمار، لا يهتم بالعقيدة ولا بالعبادة، لأنه متعلق بالدنيا وزخارفها وبالنساء. سلام على الدين والحياء. لهذا أقول يا إخواني، يجب علينا شبابا وكهولا وشيوخا وعلماء ومتعلمين أن نعارض هذه الأفكار، وأن نقيم الناس كلهم ضدها، حتى لا تسري فينا سريان النار في الهشيم فتحرقنا. نسأل الله تعالى أن يجعل كيد هؤلاء الذين يدبرون مثل هذه الأمور في نحورهم، وأن لا يبلغهم منالهم، وأن يكبتهم برجال صالحين حتى تخمد فتنتهم، إنه جواد كريم.